قام بنك مصر من منطلق اهتمامه بالمسؤولية المجتمعية عام 2007 بإنشاء مؤسسة غير هادفة للربح تحت اسم مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع. ترتكز أهداف مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع على تحقيق التنمية في مجالات الصحة، التعليم، خلق فرص العمل، التنمية الاقتصادية، الصحة وحماية البيئة، بالإضافة إلى مشروعات التكافل الاجتماعي، وذلك من خلال مساندة ودعم المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات في مجالات عمل المؤسسة ذات التأثير الفعال في المجتمع. قطاع الصحة، ساهمت مؤسسة بنك مصر في تطوير نحو 33 وحدة طبية من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية والحكومية، تنفيذ قوافل طبية لخدمة حوالي 5000 من أهالي القرى، وبرامج للتوعية الصحية. ساهمت مؤسسة بنك مصر في تجهيز دور بمعهد أسوان لأمراض وبحوث القلب، وتقديم كافة أنواع الدعم المادي للمساهمة في تكلفة العمليات الجراحية وتوفير المعدات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأبحاث العلمية ونقل المعرفة والخبرات. ساهمت مؤسسة بنك مصر في إنشاء وحدة كاملة للرعاية المركزة بقسم الجراحة وتقديم الدعم المادي لمركز زراعة الأعضاء. تم شراء وتطوير أجهزة طبية لوحدة القصور الكلوي وجراحات الكلى والمسالك البولية وتجهيز وحدة للعناية المركزة. تم شراء جهاز تخدير ومونيتور لوحدة قسطرة القلب وتوفير جهاز موجات فوق صوتية لوحدة جراحة القلب والصدر. ساهمت مؤسسة بنك مصر في تطوير العيادات الخارجية ومعامل سحب العينات بالدور الأرضي. تم التبرع ب500,000 جنيه سنوياً للمركز لثلاث سنوات على التوالي. قامت مؤسسة بنك مصر بشراء جهاز بادي بوكس لعمل الاختبارات الدورية اليومية للمرضى وخاصة وظائف التنفس. قدمت مؤسسة بنك مصر تبرعات عينية من منتجات مصر العامرية للغزل والنسيج، إحدى الشركات المملوكة لبنك مصر، لمستشفيات الهلال الأحمر، مستشفى الأطفال 57357، مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، مستشفى القصر العيني القديم، والمعهد القومي للأورام. قامت المؤسسة بشراء جهاز منظار البطن لمركز القصور الكلوي وتجهيز وحدة العناية المركزة لمرضى الفشل الكلوي. ساهمت مؤسسة بنك مصر في تطوير وتحديث معهد الكبد القومي بالمنوفية وشراء أجهزة طبية للمعهد. قامت مؤسسة بنك مصر بتوفير جهاز تفتيت المياه البيضاء عن طريق الموجات الصوتية، وهو أحدث الأجهزة التابعة لوزارة الصحة. تقديم جهاز علاج قرح القدم السكري ومنع البتر. تم توفير الأجهزة الطبية اللازمة لتجهيز المركز الطبي بقرية ميت أبو علي، وتشمل عيادة أسنان، النساء والتوليد، الأنف والأذن، ومعمل تحاليل، والقيام بأعمال تجهيز واجهات المركز الطبي الذي يقدم الخدمات العلاجية لأهالي القرية المقدر عددهم ب150,000 نسمة بقيمة اقتصادية مراعاة لدخولهم. قدمت مؤسسة بنك مصر عدد جهازي غسيل كلوي للمساهمة في توفير العلاج المجاني للمرضى المصابين بأمراض الجهاز الهضمي والكبد. وساهمت في تطوير قسم الغسيل الكلوي لخدمة المرضى المصابين بالالتهاب الكبدي بي بمستشفى حميات قنا، وهو القسم الوحيد بجنوب محافظة قنا. التبرع بجهاز تنفس صناعي لوحدة العناية المركزة بمستشفيات جامعة عين شمس في إطار تطوير المستشفى وعلاج المرضى بالمجان. قامت مؤسسة بنك مصر بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والكليات والجامعات المصرية بتنفيذ مشروعات تنمية القرية المصرية وتطوير العشوائيات، وذلك بحوالي 12 قرية مصرية. وتم تنفيذ 700 مشروع اقتصادي للشباب وللأم المعيلة. تطوير وبناء 8 فصول رياض أطفال، وتنفيذ برامج تدريبية للمدرسين للعمل بفصول المتعثرين دراسياً.
فتح فصلي محو أمية لحوالي 50 سيدة، وتنظيم ندوات صحية حضرها حوالي 500 من أهالي القرية، وتدريب 45 شاباً وشابة على مهارات الحاسب الآلي، وعمل عدد دورتين تدريبيتين في دراسة الجدوى وإدارة القروض للسيدات المعيلات، وتنفيذ حوالي 46 مشروعاً صغيراً. تنظيم 3 معسكرات لطلبة المدارس والجامعات، تنظيم قافلة طبية من مختلف التخصصات، فتح حضانة لأطفال القرية، تنفيذ معسكر بيئي للقيام بأعمال نظافة وتشغيل القرية، دعم عدد 100 من شباب الخريجين والفتيات الريفيات من الأسر الذين يعانون من انخفاض المستوى الاقتصادي للبدء في مشروعات تربية الأرانب، عقد 6 ندوات إرشادية للأهالي يحاضر بها عضو هيئة التدريس من أصحاب الخبرة أو من الشخصيات العامة. محو أمية عدد 80 شاباً وشابة، إعادة إدراج عدد 100 طفل وطفلة معرضين للتسرب من التعليم من أبناء السيدات المعيلات في المدارس ومتابعتهم أثناء الدراسة لضمان استمرارهم في العملية التعليمية، رفع وعي سكان المنطقة عن الموضوعات والقضايا التي تهمهم مثل الموضوعات البيئية الثقافية وتوعيتهم بحقوقهم القانونية. وقامت المؤسسة بتحسين المستوى التعليمي لعدد 1500 من الملتحقين بالتعليم النظامي في الفئة العمرية من 5 إلى 15 سنة، تحسين المستوى الصحي للسكان خاصة بين الأمهات والأطفال الرضع وتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، تحسين المستوى الاقتصادي لعدد 120 أسرة فقيرة، المشاركة في رعاية حفل زفاف جماعي لعدد 400 عريس وعروس للحالات المستحقة من شباب سوهاج، تجهيز أكشاك بمركز جهينة. قامت مؤسسة بنك مصر بتأهيل 100 شاب وفتاة بمنطقة شبرا الخيمة بما يناسب سوق العمل، حملة اوعى للتوعية ضد أخطار المخدرات في عدد 2000 مدرسة إعدادية وثانوية و25 جامعة حكومية وخاصة، من خلال إقامة أنشطة فنية ورياضية بمشاركة نجوم الفن والرياضة. قامت مؤسسة بنك مصر بالاحتفال سنوياً بيوم اليتيم منذ عام 2009 وحتى عام 2014، وستوالي الاحتفال به سنوياً. توفير مستلزمات الأعياد وبدء العام الدراسي لحوالي 1000 طفل سنوياً، المساهمة في مشروع المنارات لرعاية الطفل اليتيم والمرأة المعيلة بالبساتين ودار السلام بالقاهرة، إن مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع تقبل التبرعات وأموال الزكاة والصدقات والعشور من داخل مصر وخارجها من الأفراد الراغبين في القيام بأعمال خيرية وتنموية، وذلك استناداً إلى إيمانهم بدور المؤسسة كقناة موثوق بها في توصيل تلك الأموال والتبرعات لمن يستحقونها. ويمكن التبرع على حسابات المؤسسة بفروع بنك مصر المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. بنك مصر، نعمل معاً لخير بلدنا.